الحياة في أحضان الطبيعة حلم يراود الكثيرين، لكن هناك من أنشأوا عالماً طبيعياً مثالياً خاصاً بهم. هنا في ويلز 30 حالماً وصلوا إلى هذه المنطقة قبل 40 عاماً، وقرروا العيش فيها وتحويلها إلى محمية طبيعية خالية من التلوث مكتملة الجمال. للوصول إلى هذه المحمية عليك أن تستقل قطاراً فريداً من نوعه، قطاراً جبلياً هيدروليكياً يعمل بقوة دفع الماء فقط. هذا العالم الخيالي تحول إلى واقع حقيقي، حيث يرحب السكان هنا بالزوار من جميع أنحاء العالم. المهندس باتريك بورير واحد من 30 شخصاً قدموا إلى هنا قبل 4 عقود ليعيشوا في شراكة مع الطبيعة. كان مسؤولاً حينها عن بناء المنازل، وأصبح اليوم مهندساً بيئياً مشهوراً. أعتقد أنه مجتمع تعتمد أسسه على فكرة أنه بات من الواجب علينا القيام بشيء ما تجاه البيئة، ما لم يكن مدينة فاضلة، حتى لو كانت فلسفتنا دائماً تجاه أسلوب الحياة في انسجام مع الطبيعة. إنه مكان نقوم فيه بالأشياء العملية، إنه مكان للعلم والتكنولوجيا بقدر ما هو تجربة اجتماعية وبيئية. المحمية هنا تسعى للاكتفاء الذاتي مع البيئة المحيطة، كان هذا هو هدف المؤسسين الأوائل الذين لم يبق منهم الآن سوى عدد قليل. لدينا خزان أعلى التل يتم ترشيح المياه من خلال الرمل والأشعة فوق البنفسجية لإزالة البكتيريا، ثم تتم إعادة توزيعها حول الموقع من أجل الحصول على مياه الطبخ والتنظيف أو غسل اليدين وهذه الأشياء. يمر الماء عبر القصب لإزالة كل الشوائب التي كان من الممكن أن ننتجها، ثم يعود الماء إلى بيئته الطبيعية. السكان هنا يبلغون الآن نحو 15 نسمة فقط، يطمحون في نقل تجربتهم لأماكن عدة من أجل الحياة في عالم يتحلى بالمسؤولية تجاه البيئة. يروج هذا المكان لعالم مسؤول بيئياً، لأن هذا سيكون واقعنا في المستقبل. يجب أن نعلم أكبر عدد ممكن من الناس ونثقفهم ونلهمهم ونشجعهم على القيام بأشياء كالتي نقوم بها، لأننا مقتنعون بأهمية ذلك. المقيمون هنا يتبعون أساليب خاصة للحفاظ على الطبيعة الخضراء، منها زراعة كل غذائهم بأنفسهم والطهي في منزل واحد للحد من استهلاك الطاقة. أحد المبادئ الأساسية لأسلوب حياتنا هو الاكتفاء الذاتي مع الحد الأدنى من التأثير على الطبيعة. نحاول أن نزرع طعامنا، نحن نطبخ معاً، لأن هذا يقلل من النفايات واستهلاك الطاقة من خلال الطهي في منزل واحد. إنها تجربة تعليمية حقيقية لمعظم الذين يأتون إلى هنا، لأنها حقاً طريقة حياة مختلفة. في هذه المحمية الصغيرة يتم الاعتماد على تكنولوجيا الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية، لكن مع الحفاظ على فلسفة المؤسسين القدامى في الحفاظ على البيئة.